أحييك فاطمة وأحيي مشاهدينك الكرام. نحن اليوم في يوم التنفيذ، اليوم السابع من فعاليات قمة تغير المناخ COP27، مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. ولكن دعيني فاطمة في البداية، إذا أردنا أن نلخص المشهد هنا في مركز المؤتمرات في شرم الشيخ وما دار منذ بداية هذه القمة، قمة التنفيذ، حيث العديد والعشرات من الجلسات التي دارت على مدار الأيام الماضية، منها ما هو كان رئاسيا بمشاركة رؤساء الدول والحكومات على مدار يومين، وتلا ذلك أيام متعددة مثل يوم التمويل، يوم الشباب والعلوم، واليوم هو يوم إزالة الكربون. هو أحد الجوانب المهمة في عملية مواجهة تغير المناخ، وإذا كان المصطلح جديدا على المشاهدين فلأنه لأول مرة تعقد على مستوى القمم، قمم تغير المناخ المنعقدة 26 الماضية، لأول مرة يعقد يوم خاص بإزالة الكربون، وربما لأن المبادرات على مدار الأشهر الماضية كانت تتحدث عن ضرورة العمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، ومن هنا كان انطلاق المنصة الطوعية للتخلص من الكربون والتي أطلقها معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في فعاليات هذه القمة، وأيضا العديد من الجلسات التي ناقشت فيما يتعلق بالربط ما بين أزمة الطاقة والتخلص من الكربون. فكما نعلم أن هناك بعض من الدول قد أشارت أو لمحت إلى أنها ربما تلجأ إلى العودة إلى استخدام الوقود الأحفوري في طريقها لمعالجة أزمة الطاقة التي لديها، وخاصة في الدول الأوروبية، ونحن على أبواب فصل الشتاء، لأن العالم تأثر كثيرا من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتحديدا في مجالي الطاقة والغذاء، وأيضا اقتصاديا يعاني من هذه الأزمة وتبعات أزمة كورونا التي يعاني منها حتى الآن العالم. الجلسات هنا فاطمة تدور على مدار الساعة، الجلسات لا تنقطع، الزخم السياسي والتشاركي من كل الموجودين هنا لا ينقطع ولا يهدأ. الجلسات تستمر لمناقشة كيفية العمل على مسألة إزالة الكربون للحد من الانبعاثات الحرارية في إطار مواجهة التغيرات المناخية. اليوم يوم غاية في الأهمية ربما لهذا التخصص تحديدا، تخصص إزالة الكربون، وأيضا لزيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة إلى شرم الشيخ اليوم، الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يزور قمة المناخ COP27، وسبقه رئيسة مجلس النواب نانسي بولوسي، ونحن الآن في انتظار وصولها لعقد المؤتمر الصحفي الخاص بها التي ستعرض فيه الجهود الأمريكية المستحدثة للتعاون من أجل مواجهة تغير المناخ. كما تعلمي فاطمة، الولايات المتحدة شهدت الأيام الماضية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وربما هذا يؤثر على مسار الولايات المتحدة في طريقها لمواجهة تغير المناخ أم لا. هذا ما سنعرفه من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمؤتمر الصحفي لرئيسة مجلس النواب الأمريكي. الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور مصر لمدة حوالي 6 ساعات، سيبدأها بلقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتناول الجهود المصرية الأمريكية المشتركة في إطار مواجهة تغير المناخ، وأيضا العديد من القضايا الثنائية المشتركة على رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة، وأيضا الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم الآن. بعدها سيتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مركز المؤتمرات، إلى القاعة الرئيسية لإلقاء كلمته في قمة المناخ COP27. من المعلوم فاطمة أن الرئيس الأمريكي قد صرح قبل زيارته إلى مصر بجملة ربما تتردد الآن كثيرا في الأوساط الصحفية والإعلامية، وهي جملة سوف تثقون بنا من اليوم.
أو يمكنكم الوثوق بنا في إشارة إلى أن الولايات المتحدة ربما تغير من نهجها في مسألة تعاطي مع أزمة تغير المناخ، لأن كان هناك بعض الملاحظات السلبية على أداء الولايات المتحدة فيما سبق من حيث التموين والوفاء بالالتزامات، وهذا ما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن لإطلاق تصريحات بالمزيد من ضخ الأموال والاستثمارات في مجال التغير المناخي. ومن هنا كان إصدار القانون، قانون الحد من التضخم أو خفض التضخم الذي تم إقراره في الولايات المتحدة في الكونغرس، وربما هذا القانون سوف يساعد الرئيس الأمريكي على ضخ أو طلب المزيد من الأموال من الكونغرس لتنفيذ المشروعات وتنفيذ التعهدات التي تصب في مصلحة الدول النامية والمتضررة من التأثيرات المناخية. هل سيتأثر هذا بفوز الجمهوريين بمقاعد أكثر من الديمقراطيين؟ هذا ما سوف نعرفه من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته. أشكرك شكرا جزيلا الزميل يوسف عبدين موفد التلفزيون المصري لمؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ، شكرا جزيلا لك.